عودة ميمونة تحت الزيتونة، وجمعة مباركة للرجال الأحرار الذين واكبوا المسيرة النضالية ديالنا أو المسيرة النضالية ديالنا منذ 2019. ولا عزاء لخائن، لأن بعض الكوانب خصوصا البارح واحد ضبيبة اللي في مخه طقيبة أو في خلفه طقيبة خرجتي يقول لك ما استفدنا حتى حاجة. بغيت الهردو سيدي خالتك ما عمرك تستافد أصلا، استفدنا منكم حنا أصلا؟ اش استفدنا منكم حنا؟ اش تعطينا انت اصلا؟ حنا تنستافدوا، حنا يعني تنخسروا 100 درهم في النهار، ولكن عندنا قضيه تندافعوا عليها. لا يهمني الهردو سيدي لخيالتكم تستافدوا ولا ما تستافدش، سير شوف مع المهيرة قول لي احنا استفد، انت استفدتي من داك الزلة اللي انت تخدم وهي تتمشي تعطيه الكارد كيشي، تعطيها الكارد كيشي وهي تعطيه الكارد كيشي، هذاك ولا تمشي تسولها وقول لها دريك تنمي تيعبروا بكم على الزاموحيات والزوامح من اللي عابرين بيكم، من اللي تعبروا بيكم. الجمعه وتعطوا لواحدين اخرين جابوا لكم، جابوا لكم، جابوا لكم لم الكحل، جابوا انهم تيحوزوكم يدوكم يوقفوا بيكم، وسيادكم تي تيقضوا الغرض، ياكلوا بفهمكم الشوك. قال لي كيفهم؟ اش غادي تفهم انت راس اللحمه؟ اش غادي تفهم؟ اش عندك ما تفهم؟ انت قادر تفهم انت هذاك الشيء اللي عندك؟ واش قادر تفهم انت هذاك ذاك المسائل اللي دايره بيك؟ غادي تفهم؟ الله يغرق لبوكم الرويض بحال هاد النم، فضحتونا تريك النم. نجلسوا في هذا الصباح وندير معكم واحد المباشر، راه اللي بان ليا في البير ما نعطلش الهردو سيدي لخالته. نحترم الرجال اللي بغى يدخل يدخل، واللي يكونوا متابعين ولا اللي زابوني اللي يكون شي ابوني من الابونيات، مستافدين حنا كاع من هاد الابونيات 16000 وللهم لك حب. دايرين لينا الشهريه الله يغرق الهردو سيدي لخالتكم طاطير ان شاء الله. استفدين منكم هنا، استفدين منكم حتى شي قلوه كاع اصلا، غادي نخرجوا مع الهم الكحل ديالكم راه نضرب لهم منكم غير من لتحت. والله ما نعقل على الهردوسيه ديال خالتك. سير شوف المهيره ديالك فين بيتها، سير شوف الزلال واش استفدتي منه. اما هنا كلامنا مع التي تهمهم الامر، ماشي محل مع الزوامح بحالكم دور 120 مشكل راه ما كاينش معانا دريك نمي.